أعزاء. فاطمة الحين شنو عندنا من فقرات نستكمل فيها حلقة اليوم؟ رح يجمعنا الحين لقاء هاتفي مع المهندسة أبرار الحماد، أمين عام مساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، ورح يكون الحديث عن الدورة التدريبية المقامة لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية المشاركين في تغطية الانتخابات البرلمانية. مساك الله بالخير المهندسة أبرار، وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالنور. يا هلا ومرحبا، حياك الله معنا مهندسة أبرار، رحب فيك في برنامج مساء الخير الكويت، وفرصة سعيدة نلتقي وياك اليوم. وإذا ممكن تكلمينا عن دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة مع المجتمع المدني. في الحقيقة دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع المجتمع المدني ممتد منذ أن أنشئت الهيئة، لأن هذه العلاقة هي علاقة نظمت في قانون الهيئة بأن يكون هناك تعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني بشكل عام لتعزيز عدة أدوار، منها دورة في عملية توعية المجتمع، دورة في المراقبة المجتمعية، ودورة كمجتمع مدني يعني يكون حلقة وصل ما بين نزاهة أو أهداف وجود هيئة مكافحة الفساد وما بين المجتمع بشكل عام لتعزيز النزاهة والشفافية. نعم دكتورة، كلمينا عن الدورة التدريبية المقامة لمتطوعي جمعية الشفافية المشاركين في مراقبة الانتخابات البرلمانية. طبعا هذه بمبادرة من جمعية الشفافية، وإحنا كنزاهة عندنا اليوم نشاط منظم بأن إحنا نتبنى جميع المبادرات اللي تصدر من المجتمع المدني من كل المنظمات، وهذه هي كانت أحد المبادرات اللي تقدمت فيها جمعية الشفافية بعد ما صدر قرار من مجلس الوزراء بالسماح أو بتكليف جمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات، وهذه مو السنة الأولى، يعني هذا نشاط متكرر. فلما تقدمت لنا الجمعية بهذه المبادرة صراحة احنا رحبنا فيها وقمنا بمساعدتهم في والتعاون معهم ايضا في تنظيم هذه الدورة. هذه الدورة هي للمتطوعين اللي تقدموا للجمعية، وبالغ عددهم تقريبا 180 متطوع. راح تكون الدورة عبارة عن يومين، 25 و26 نوفمبر، وندرب فيها هذا للمتطوعين على كيفية مراقبة الانتخابات وأي تعديات ممكن تكون فيها، ما هي المفاهيم الانتخابية، ما هو قانون الانتخاب الكويتي، مدونة السلوك المراقب الانتخابي بشكل عام شنو ما هو اللي يعني يقدر يقوم فيه وشنو اللي ممنوع عليه انه يقوم فيه، ما هي نقول الأسس والإجراءات اللي يقوم فيها المراقب الانتخابي حتى يؤدي الدورة بشكل ممتاز. نعم مهندس أبرار، هذا ممكن يأخذنا إلى سؤال مهم جدا، يعني لو نتكلم عن أهمية هذه الدورة على الصعيد التدريبي للمتطوعين. طبيعي أنت اليوم قاعد تأخذ متطوعين، وطبعا أنا يعني أحييهم كل المتطوعين، لهذه قيمة عالية، فاليو عالي عند المتطوعين أنهم يقدمون على التطوع لهذه العملية المراقبة، وهذا شيء مو غريب على الكويتيين بشكل عام. ولكن أيضا هذين المتطوعين جايين حق عمل متخصص، عمل لا أصوله، فلازم أنت ترفع درجة الوعي عندهم، ترفع درجة الثقافة والمعرفة عندهم، فبالتالي تبني قدراتهم كمشاركين في مجال شفافية، شنو ثقافة الشفافية الانتخابية، شنو مسؤوليتهم المجتمعية في هذا الدور، وأيضا توسع الدائرة، تعطيهم أيضا معلومات شنو جهود مكافحة الفساد، شلون أرسي مبادئ النزاهة والشفافية من خلال الممارسة الانتخابية. فهذه الدورة صراحة يعني يستحقونها المتطوعين، وواجب علينا أن احنا نقدمها لهم حتى نعزز دورهم ويؤدون دورهم المطلوب منهم بشكل أساسي سليم، وأيضا هم يرفع عندهم الوعي والمعرفة في كل ما يتعلق في عملية الشفافية والنزاهة. الله يعطيكم العافية مهندسة أبرار، أكيد دوركم من خلال نزاهة يعني منتشر وأيضا مهم في مؤسسات الدولة، ولكن هل هذه هي المرة الأولى اللي تشرفون فيها على نزاهة الديمقراطية؟ شوفي، هو بالأمانة أرجع أقول لك عملية المراقبة على العمل الانتخابية هو عمل يخص المجتمع المدني. نعم. يعني هو عادة في كل المجتمعات الديمقراطية وفي كل الانتخابات تكون المراقبين الدوليين هي جهة محايدة أو جهة من المجتمع المدني. لا يعني ما تقوم الدولة يعني حكومة تراقب العملية الانتخابية، ولكن احنا اليوم يمكن هذه المره الاولى اللي نقوم بالتعاون بشكل مباشر
مع جمعية الشفافية في هذا الأمر. نعم. أما تعاوننا في السنوات السابقة كان تعاون بشكل مختلف، إحنا عندنا أيضا مراقبين دوليين يجون يراقبون الانتخابات وليس فقط متطوعين من داخل الكويت، فأيضا نساعد جمعية الشفافية في أن إحنا يعني نساعدهم في عملية استقدام واستضافة المراقبين الدوليين وتسهيل مهامهم. وايضا احنا دائما يكون بيننا اجتماعات تنسيقيه بين نزاهه او اداره نزاهه وبين هذه الفرق المراقبين، وتصير عمليه نقاش بما يتم وفي الملاحظات اللي يرفعونها والتقارير اللي يرفعونها على عمليه مراقبتهم للانتخابات عشان نعرف شنو هي العيوب او ما هي الملاحظات اللي يعني يضعها هذا الفريق بشكل خاص. نعم. وعلى فكره هذا الفريق يعني تقريبا من 2008 يعني تاتي فرق الى دوره الكويت وتراقب هذه الانتخابات بمعيه وتعاون مع جمعيه الشفافيه. نعم، وصلنا معك إلى الختام مهندسة، كل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا. كانت معنا المهندسة أبرار حماد أمين عام مساعد قطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، كل الشكر والتقدير لك على المشاركة معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. راح نروح فاصل، نرجع نتواصل معكم من جديد.